مساءكم ابيض بخطين حمر لون تيشيرت نادينا الملكي نادي الزمالك، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا. برنامجنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادي الزمالك وكمان الاخبار المحليه والعالميه، ولكن انتوا حافظين خلاص بنبدا ازاي كل يوم اهم العناوين. كامل العدد. محمود حمدي عودة الونش. الزمالك وبيراميدز انتصارات لا تنسى. اسلام علي في ضيافة اخبارنا. أما عن موضوعنا النهاردة اللي حابين نتكلم فيه مع حضراتكم، ما هو التشكيل الأمثل لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز؟ أكيد مستنيين كل آرائكم على السوشيال ميديا بتاع قناة نادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عايزين نتكلم مع بعض في بداية كده الحلقة من برنامج أخبارنا في أكتر من حاجة. أول حاجة حابين نتكلم فيها هي المباراة المرتقبة، مباراة مهمة جدا جدا مع نادي الزمالك، وطبعا بنواجه منافس شرس هو بيراميدز. مباراة صعبة جدا زي ما كلنا عارفين، يعني هي مش وجهة نظر الواحد، يعني هي وجهة نظر الجميع ان اللقاء ده يساوي 6 نقاط. انت بتلعب تكسب 3 نقاط وفي نفس الوقت بتوقف رصيد المنافس بتاعك وبتخصم منه 3 نقاط. الزمالك يا جماعة داخل الماتش الجاي وكلنا عارفين ان مفيش تهاون في اللقاء، كلنا داخلين اللقاء وهدفنا هو الفوز، داخلين اللقاء وعارفين لا يقبل الاسم على 2. اللقاء ممكن يكون فيه تعادل عشان اللقاء دوري، ولكن اللقاء بمثابة لازم اكسب، لازم ارجع، لازم اكمل المشوار. كل الجماهير بتدعم لاعبتها، احنا عاوزين نشتغل الفترة اللي جاية ستيب ستيب، خطوة خطوة، واحدة واحدة. عارف فكرة ايه؟ هناخد الموضوع لقاء لقاء، هناخد الموضوع لقاء لقاء، مش هنخش عايزين نكسب في كل حاجة. ان شاء الله عايزين نكسب كل حاجة، ولكن اكسب في لقاء بيراميدز اشتغل كويس، اكسب لقاء اللي بعديه اشتغل كويس، اكسب اللقاء اللي بعديه، ولكن مش هفكر في كمية اللقاءات في نفس الوقت. هناخد كل لقاء على حدة، كل لقاء يكون بمثابة عنق زجاجة جديد، كل لقاء يكون بمثابة بطولة. لازم نخلق دوافع داخلية لينا ولاعبتنا عشان كل لقاء يكون لا بديل عن الفوز. واحنا شايفين الدوري ملوش كبير، الكل بيخسر والكل بيتعادل والكل بيفقد نقاط. لازم انا استغل الفرص، لازم اقتنص الفرص. يا فرحتي المنافسين بيتعادلوا، انا هعمل ايه؟ المنافس تعثر انا اكسب، هي دي الفرصة. المنافس بتاعك تعثر انت تخش تكسب، تقتنص الفرصة. هو ده اللي عايز يفوز بالدوري، ما يركزش مع اللي حواليه، يركز في ورقته، بص في ورقته انا عندي بيراميدز، هركز مع بيراميدز وابدأ ارجع لمكاني الطبيعي في الجدول، ارجع واحدة واحدة مكاني الطبيعي. حاليا الزمالك مركز في لقاء بيراميدز، ماليش دعوه مين يتعادل، ماليش دعوه مين كسب، ماليش دعوه مين خسر، انا هدفي لقاء يوم الجمعه، نبات يوم الجمعه معانا 3 نقاط يخلوا الزمالك يكمل في مشوار المنافسه على لقب الدوري الثالث على التوالي. بدانا الدور الثاني بشكل جيد جدا، فزنا على سيراميكا وعندنا ماتش مؤجل، والفوز فيه بيساوي التقدم للمربع الذهبي. احنا عاوزين يكون هدفنا واضح، هدفنا واضح في كل جولة، كل جولة الزمالك بيروح للمركز الأول، الزمالك رايح لمركزه الطبيعي. مش عايز أعمل أي ضغط على اللعيبة دي، لعيبتي دي هي فيها كم ضغوطات كبير جدا، أنا مش عايز أزود الضغط عليها. يوم الجمعة إن شاء الله إن شاء الله نقدر نفوز بلقاء بيراميدز، نتقدم في الجدول، وكل جولة هتفوز فيها هتفضل تتقدم. أنا شايف إن إحنا بالنسبة لنا الدوري تحول لنظام كأس،
يعني ايه الدوري تحول لنظام كأس؟ يعني خلاص انا داخل اللقاء مش هينفع افقد نقاط، لو فقدت نقاط ببعد، وانا مش عايز ابعد اكتر من كده. انا عايز افضل افوز، اجمع 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 اجمع. طول ما انت بتكسب انت بتصدر الضغط اللي كان واقع عليك على المنافسين كلهم، على بيراميدز وعلى فيوتشر وعلى اهلي وعلى 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 كل الناس اللي في المنافسه. ده كله في ايد مين؟ في ايد ال 11 راجل دول فقط. فقط خلي اللي يقول يقول، خلي اللي يقول يقول، وخلي اللي بيضحك ويهزر وبيقول افيهات وبيقول حاجات كوميدي خليه يقول. انت ترد فين؟ في الملعب. سيب جمهورك يرد في الاستاد ويشجع، وانت رد في الملعب. انا ماليش دعوه مين حصل فيه ايه، وهفضل اكرر كلامي، اللي عايز يفوز بالدوري ما يبصش للمنافسين، اركز في ورقي، انا عايز افوز بكل اللقاءات. ما اصل بجد تخيل كده لو المنافس بتاعك تعثر، والسنه دي في منافسين كتير على الدوري زي السنه اللي فاتت، لو عندك منافس تعثر وانت تعثرت ما حصلش حاجه، معناش جديد. زي ما انت بتتعثر المنافس بيقتنص الفرصه ويستغل الفرصه وبيكسب عشان يتقدم، انت لازم تعمل كده، لازم تعمل كده، لازم لما المنافس بتاعك يتعثر تقتنص الفرصه وتفوز. اهدافنا واضحه، اهداف نادي الزمالك واهداف فريرة واللعيبه والجهاز وكله واضحه، واضحه. انهي الدوري اول، مفيش تفكير في اي حاجه، انا عايز الدوري، عايز اللقب التالت على التوالي، مش هفكر في اي حاجه، مش هقول بقى اصل نوصل لادوار متقدمه عشان دوري الابطال، لا انا عايز اكسب الدوري. هو ده اللي لازم نشتغل عليه ونفكر فيه. انت لو فكرت انك تتعادل هتخسر، لو فكرت اجيب بس مركز تاني عشان اوصل دوري الابطال هخسر. لا انا الزمالك بطل اخر نسختين، بطمح للنسخة الثالثة والرابعة والخامسة، لسه كتير جدا جدا جدا. أنا واثق في فرقتي، واثق في فريرة، واثق في كابتن أسامة نبيه، واثق في كل الجهاز المعاون اللي موجود، كابتن حسين ياسر، واثق في تيجانا، واثق في كل الناس. عندي ثقة في كل الناس، عندي ثقة للناس دي بتحب نادي الزمالك وبتخلص لنادي الزمالك مليار في المية. عندي ثقة إن الجهاز اللي موجود بيعشق الكيان والنادي زي الجمهور. عندي ثقة إن اللعيبة دي بتبذل أقصى جهد عندها. حصل تعثر قبل كده؟ حصل. حصل إخفاق؟ حصل، ولكن مش عن عمد. مش عن عمد. خلينا نتكلم إن ممكن يحصل بدلك، يحصل يوم مش يومك، يحصل مشكلة، يحصل إخفاق من لاعب، ده كله وارد يحصل. ده كله وارد يحصل. لكن محدش يقول لي إن لاعبتنا تقصد ده. أثرت؟ أثرت، وانتقدنا واتكلمنا، ولكن الفترة اللي جاية عندنا لقاءين ورا بعض مهمين جدا جدا جدا. إن شاء الله في ختام الموسم السنة دي نفتكر الكلام ده مع بعض، زي السنة اللي فاتت واللي قبلها، زي ما نفس الناس طلعت قعدت تقول نكت وتهزر على أصل الزمالك بص فين والزمالك فقد إيه والتعادل مع مين، وإحنا اللي ضحكنا في الآخر. احنا ضحكنا في الاخر واتكلمنا في ده وجبنا فيديوهات لينا وقلنا شفتوا احنا قلنا ايه وحصل ايه، ادعم فرقتك، خليك ورا فرقتك، شوف هيحصل ايه. محدش يقول لي ان الزمالك السنه اللي فاتت في بدايه اول خمس ست جولات في الدوري ده اللي هيكسب الدوري في النهايه. محدش كان يتوقع ان ده الزمالك اللي هيحرج كل الانديه اللي في الدوري بما فيهم بيراميدز واهلي وفيوتشر واسماعيلي وكله كله كله واتحاد ومصري وكل الانديه. لو جبت اخر 10 لقاءات لينا الموسم اللي فات واول 10 لقاءات، لا دول فرقتين مختلفتين، فرقتين مختلفتين تماما. احنا محتاجين نروح اخر 10 لقاءات دي، محتاجين العزيمه دي مره تانية، محتاجينها، محتاجين نلعب بالقوه دي. كان المنافس بينزل يلعبك وهو عارف ان هو مش هيقدر يجاريك، كان المنافس بينزل لك اللقاء وعارف ان الزمالك هيهاجم بضراوه وشراسه. هقفل من هقفل فين؟ هقفل على الزمالك فين؟ ولو قفلت في كرات عرضية، في كورنرات يقدر يعملها،
مش ده الزمالك اللي كان في اول الموسم السنه اللي فاتت خسران من المنافس المباشر بتاعه ماتش كان ولا اسوأ، وكل الناس طلعت قالت ايه 5-3 والزمالك وخلاص والدوري راح من ثالث لقاء، لكن الرد كان في الدوري في نفس البطوله في نفس البطوله، والبدايه كانت امام ايضا النادي الاهلي ماتش العوده 2-2 ماتش الدور الثاني على طول. من ساعتها الدنيا اختلفت، هي زي الفترة اللي جاية دي، الفترة اللي جاية دي هي زي فترة الزمالك اللي حسم فيها الدوري السنة اللي فاتت ولا قبلها. يعني نقدر طول ما الكورة في الملعب هفضل مصدق وهفضل ورا فرقتي. خليك ورا حلمك، ليه ترمي الفوطة من بدري؟ ليه؟ لسه الكوره في الملعب، بلاش تخلي الطاقه تتصدر لك. لو ما يا عم خلاص بقى ما نفكر في السنه الجايه، لا ما ينفعش. طول ما لسه في امل هفضل مصدق وهفضل اكافح وهفضل ادعم، هفضل ادعم وهفضل مساند وهفضل مصدق وواثق في فرقتي. ده مش انا لوحدي، ده كل جماهير نادي الزمالك وكل اعلاميين نادي الزمالك وكل من هو ينتمي لنادي الزمالك. لسه انت تقدر توصل. فوزك يوم الجمعه يصدر ضغط على كل الفرق اللي في الدوري. فوزنا يوم الجمعه الجايه دي بمثابه العوده في الطريق الصحيح. مهم جدا جدا جدا. الزمالك بيستعد للماتش بشكل قوي جدا، الزمالك بيجهز كل اللعيبه، الزمالك الحمد لله كامل العدد بشكل كبير جدا، اللعيبة كلها جاهزة، روح عالية جدا، تركيز عالي جدا من لعيبة نادي الزمالك. فريرة بدأ يتكلم مع اللعيبة على إنهاء الهجمات بشكل جيد، بدأ يقول للعيبة محدش يتكلم ولا يفكر في اللقاء يوم الثلاث اللي بعد الجمعة، مش عايزين نتكلم في ده، وبيكرر ده كتير وبيتكلم في ده كتير، إن هو بيؤكد للعيبة إن ماتش بيراميدز صعب والاستعداد ليه لازم يكون كامل التركيز. فريقنا كامل العدد الحمد لله، فريق نادي الزمالك كامل العدد بشكل كبير جدا، ومحتاجين توفيق، التوفيق محتاجينه في، والله محتاجين توفيق في ماتش يوم الجمعه. لعبتنا ان شاء الله مركزه، اخدوا الجمل اشتغلوا عليها بشكل كبير جدا في الايام اللي فاتت من مستر فريرا، بداوا يرجعوا لمستوياتهم الطبيعيه، اتكلم معاهم بشكل كبير. ولكن كمان في جانب اخر تيجي انا اتكلم مع اللعيبه معنويا، ولازم الزمالك يعود، الزمالك يرجع لمكانه الطبيعي، ودي حاجه قويه جدا. عندك لعيبه مهمه رجعت وهتاخد فرصه بشكل كبير وترجع لمكانها، افضل ظهير ايسر في مصر احمد فتوح، محدش يقول ان فتوح مش افضل ظهير ايسر في مصر، افضل باك ليفت في مصر، راجع بقوه وعندي ثقه ان هو هيتالق ويكون سلاح من أسلحة نادي الزمالك القوية جدا 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 في لقاء بيراميدز. في لعيبة بدأت تنسجم من أول ثانية، هي دي اللعيبة اللي احنا عايزينها، اللي نازل من أول ثانية عايز يثبت نفسه، أحمد بالحاج وناصر منسي وشبانة، التلاتة قوة ضاربة بجد على فكرة، التلاتة لعيبة مهمة. ممكن نشوف حد فيهم يوم الجمعة؟ آه ممكن، ممكن حد فيهم يبدأ بشكل أساسي، هيكون ليهم دور مهم جدا جدا جدا، يا اما في البدايه يا اما في الشوط الثاني، بس بنسبه كبيره ممكن نشوف واحد فيهم او اتنين في البدايه في اول التشكيل. مستر فريرا مهتم جدا جدا بالفتره اللي جايه، حتى تصريحاته كلها اهتمام باللقاء، مهتم بالتدريبات، بيوجه رسائل قويه جدا للاعبين، بيقول بمنتهى القوه اوعى تستسلم، اوعى تستسلم، مفيش الاستسلام، اوعى تفقد الامل، طول ما الامل موجود هفضل اكافح في الدوري وفي دوري الابطال. ركز في تدريبك، ركز انك تطور مستواك، ركز في الجانب الفني على تصحيح الاخطاء. احنا عندنا فعلا فرصه كامله كامله ان احنا نصعد في دوري الابطال لو كسبنا ماتشاتنا اللي جايه، فرصه كامله، فرصه كامله بنسبه 100%، اكسب الثلاث لقاءات انت صاعد من غير اي حسابات. هل ده صعب؟ صعب مش بس مش على الزمالك، صعب بس مش على لعيبتي، صعب بس مش على كواليتي نادي الزمالك،
عندك ماتش قوي مع بيراميدز تقدر تفوز وتتقدم مراكز في الدوري وترجع لمكانتك الطبيعيه واحده في واحده في واحده. المستحيل ليس زملكاوي، ده مش كلامي، ده كلام كل مصر. السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت الزمالك موقوف من القيد، مفيش لعيبه، وعنده لعيبه مشيت توقع منتخب ابو جبل وطارق حامد وبن شرقي منتخب يقع، ومن قبلهم كان في مصطفى وفي فرجاني ومحمود علاء خرج وكتير كتير كتير. هل الزمالك استسلم؟ ابدا ابدا ابدا، ومش هيستسلم. الزمالك في الساعات اللي جايه هينهي استعداداته لماتش بيراميدز القوي، وان شاء الله ان شاء الله يكون الزمالك في الميعاد، والتوفيق يكون حليف لاعيبة نادي الزمالك. دلوقتي خلونا نطلع لتقرير مهم عن لقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري، ومن بعد كده نبدأ أخبارنا، خليكم معنا. الزمالك وبيراميدز مباراة من المباريات الكبرى في بطولة الدوري الممتاز، تعد قمة الإثارة والمتعة في آخر 5 سنوات، تترقبها جماهير الزمالك في كل مكان. للزمالك انتصارات كبرى على بيراميدز في الدوري والكأس لا تنسى، ومن أشهر انتصارات الزمالك فوز تاريخي في نهائي كأس مصر عام 2019 بثلاثية نظيفة والتتويج بطلا للبطولة الكبرى. وقتها قدم الزمالك مباراة رائعة وحسمها بثلاثية سجلها يوسف أوباما، وأشرف بن شرقي هدفين ونال اللقب. ومن المباريات الكبرى مباراتي الدوري في الموسم الماضي، وشهد علامة كاملة من الانتصارات للزمالك. ففي الدور الأول فاز أبناء مدرسة الفن والهندسة ب3 أهداف لهدفين سجلها أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور، ثم ضرب بقوة في الدور الثاني وفاز بثلاثية نظيفة بعد 90 دقيقة هي الأجمل في الموسم الماضي، وفتحت الباب أمام تتويج الزمالك بطلا للدوري، وسجل الثلاثية في تلك المواجهة أحمد مصطفى زيزو والتونسي سيف الدين الجزيري والأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا. وكان آخر فوز للزمالك على بيراميدز الفوز الشهير في الدور الأول للدوري في الموسم الجاري بعد 90 دقيقة صعبة، حسمها أبناء مدرسة الفن والهندسة بهدف مقابل لا شيء سجله مصطفى شلبي الجناح الأيسر. وتترقب جماهير الزمالك من نجوم الفريق فوز آخر على بيراميدز وحصد 3 نقاط جديدة في رحلة التقدم للمنافسة على قمة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز قبل لقاء الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا. اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا اخبار نادي الزمالك. ويواصل الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوميه استعدادا لمواجهه بيراميدز المقرر لها يوم الجمعه المقبل في الجوله 20 من مسابقه الدوري الممتاز. طبعا الجهاز الفني بقياده مستر فريرا وكابتن اسامه نبيه وطبعا بقيه الجهاز بالكامل طلبوا من اللاعبين بضروره التركيز على تنفيذ التعليمات، لان المنافس قوي، عنده طموحات قوية جدا المنافسة على بطولة الدوري. طبعا كلنا شفنا بيراميدز وعارفين إمكانيات بيراميدز عاملة إزاي، وعارفين بيمتلك لعيبة قوية جدا، ولكن تقدر تسيطر لو سجلت في البداية، تقدر تسيطر لو سجلت وقدرت تخطف الهدف الثاني، عملناها مرة واثنين وثلاثة، فمش جديدة على نادي الزمالك. نقدر؟ آه نقدر. هو عنده إمكانيات جامدة وأنا عندي إمكانيات جامدة. بيراميدز معاه لعيبه دوليه وانا معايا لعيبه دوليه، يعني الموضوع تمام. ولكن ايه اللي بيميز نادي الزمالك؟ قوه نادي الزمالك، تاريخ نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك اللي هتكون حاضره بقوه يوم الجمعه. البرتغالي فريرا يفرض السريه على تدريبات الزمالك اللي بيخوضها الفريق استعدادا لمواجهه بيراميدز يوم الجمعه المقبل على استاد الدفاع الجوي. فريرا حرص على منح جميع اللاعبين نفس الجرعة التدريبية من أجل تجهيزهم جميعا دون الكشف على ما يدور برأسه حول التشكيل اللي هيخوض به اللقاء.
ممكن حد يقول لي يعني ما هو الناس كلها عارفه الزمالك هيلعب ازاي وهيعمل ايه ومين اللي هيكون موجود ماشي ماشي مفيش مشكله، ولكن هو ممكن عايز يغير حاجه، عايز يغير جمله، عايز يغير تاكتكس، عايز يغير خطه، في حاجه بتدور في ذهنه عايز يجربها بشكل جديد. ايه المشكله؟ سيب كل حد بيشتغل بمزاجه. وعلى فكره عاده مفيش مدرب بيعلن اي حاجه عن التشكيل بتاعه غير قبل الماتش بساعات، هو بيمرن اللعيبه على الجمل اللي هو عايزها، بيشتغل على التاكتكس اللي هو عايزه، وبيقول للعيبه عليه قبل اللقاء على طول. البرتغالي فريرا عقب بقى جلسه فنيه مع اللاعبين في بدايه مران يوم الاربعاء عشان يتكلم في الادوار المطلوبه. ده اللي انا بقوله، هو هيدي كل لاعب دور، انا محتاج ان تعمل كذا، انا محتاج نعمل كذا، انا محتاج مش عارف ايه. وشدد كمان في حديثه مع اللعيبه على ضروره التركيز في التدريبات الاساسيه قبل المباراه. قال كمان اللي هتكون هي دي مفتاح العوده للمنافسه على القمه، واكد للعيبه ان بطوله الدوري لم تنتهي ومش هنستسلم ابدا وهنفضل مكملين لحد اخر ثانيه. لما مدير الفني بتاعك يفضل ياكد لك كل دقيقه والثانيه انا مش هستسلم، انا مش ها مش ها مش ها مش ها مش ها مش هنرفع الرايه البيضاء، مش هرمي الفوطه، هفضل مكمل لحد اخر ثانيه، لحد اخر ماتش. ده بيدي للعيبه ندية وقوة، وبيديهم ان المدرب هو عايز نكسب دائما وابدا. الجهاز الفني لفريقنا وضع برنامج تدريبي خاص للخماسي سيد عبد الله نيمار وسامسون اكينولا وعبد الله جمعه ومصطفى الزناري ومحمد طارق خلال مران اليوم استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري. وتولى حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد تدريب المجموعه دي على بعض الفقرات الفنيه. فيما يخص سامسون، أنا شايف إن اللاعب خس بشكل كبير جدا جدا، وبيشتغل بشكل كبير جدا على البدني، وبيشتغل بشكل كبير جدا على اللياقة البدنية وعلى بعض الجمل وعلى حاجات كتير، ده أثر عليه. أنا شايفه خس، اتحول للاعب تاني، ده أكيد كله بتعليمات من الجهاز الفني لنادي الزمالك. نتمنى يظهر في الفترة الجيدة في المستوى اللي احنا كنا بنتمناه. جوزوالدو فريرا المدير الفني لفريقنا خصص فقرة فنية خلال المران التدريبي للاعبين على الكرات العرضية. طبعا الكرات العرضية دي سلاح مهم جدا، وانا بمتلك لعيبة جيدة بتعرف تلعب كرات عرضية، وبمتلك لعيبة جيدة بتعرف تلعب بالهيد. طيب ليه ما نركزش فيها؟ ما تكونش سلاح تخلص لي ماتشات. اللي تولى مهمة التدريب ده كابتن أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، والفقرة الفنية طبعا اللي كانت موجودة كان بإرسال الكرات العرضية للمهاجمين وبعض اللاعبين المكلفين بالتواجد في منطقة الجزاء خلال الكرات الثابتة. يعني كروسات من يمين أو شمال مع زيادة عددية. طيب كورنرات زي ما احنا شايفين كده، فكرة هنلعب كورنر، وقفتنا عاملة ازاي، لعبتنا عاملة ازاي، هنلعب الكرة ازاي، ده كله مهم، ده كله مهم. هلعب الكرة على القريبة ولا على البعيدة؟ اللي هيقطع هيقطع فين؟ هلعب الكرة على راس مين؟ دي كلها مهمة، دي كلها جمل مهمة جدا جدا جدا. مهمة ليه؟ ان عندك واحد عصام عبد المجيد بيجيد ضربات الرأس وكرات الرأس، عندك نفس الكلام لو شبانة لعب، عندك نفس الكلام الزناري لو لعب، عندك عبد الغني نفس الكلام، الونش لو عاد نفس الكلام لو لعبه موجود، عندك زيزو بيجيد ان هو يلعب الكرات العرضيه ويجيد الكوره بالراس، عندك سيف الدين الجزيري، عندك كتير، عندك يوسف اسامه نبيه بيجيد كرات الراس والعرضيات، كل دي لعيبه بتجيد ده. فلازم استغل ده بكل الفرص. ناصر منسي، ناصر منسي يجيد ضربات الراس بشكل كبير جدا، لازم استغله، لازم اوفر له، ما ينفعش اكون جايب فرود عشان اديله او اديله كور كتير وانا ما بوصلوش كوره. لا لازم يكون بقى هنا الموضوع ما بيتسابش يا جماعه للصدفه. يعني ايه ما بيتسابش للصدفه؟ يعني انا مش هقول هنرفع كوره وناصر هيروح لها، لا انت تبقى عارف انا لما زيزو يجري في الحته الفلانيه ناصر هيقطع القريبه ولا هيكون في العمق، ولا هيكون طب لو ناصر قطع القريبه يبقى الخط النص يزيد فين والوينج ليفت يزيد جوه، فيكون في كثافه عدديه في منطقه الجزاء. دي كلها حاجات بيكون عليها تدريب. وامتى ناصر ما يكونش، وامتى سيف الدين، ده كله جمل، وامتى سيمسون يزيد ده كله جمل، دي كلها جمل تدريبيه. شاهد تدريب
فريقنا تركيز من جانب فريرة على الجوانب البدنية، وتم تقسيم الفريق لمجموعتين. خاضت المجموعة الأولى تدريبات بدنية بالكرة، وقامت المجموعة الثانية بالركض حوالين الملعب، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين لتجهزهم بالشكل الأمثل لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري. كمان فريرة كان عنده حرص كده يدي بعض التعليمات الفنية لرؤى وسيف فاروق جعفر ثنائي نادي الزمالك. في كلام أو في بعض الأحاسيس كده إن ممكن يبدأ بيهم، ممكن يبدأ برؤى وسيف جعفر في اللقاء القادم. ممكن الاثنين قدها طبعا، والاثنين لعبة كبيرة، والاثنين يعرفوا يعملوا ده، وهنشوف ايه اللي بيدور في ذهن مستر فريرة. وقام بالحديث مع الثنائي بعد انتهاء الجزء الاول من التقسيمة الفنية حول بعض المهام المطلوبة منهم وتنفيذها في الجزء المتبقي من التقسيمة. يعني اتمنى يكونوا مركزين في كلام مستر فريرة وينفذوا تعليماته بشكل كبير ان شاء الله. خاض محمود حمدي الونش ومحمود شبانة تدريبات إضافية على هامش مران اليوم، وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية اللي خاضها الفريق قبل أن يخضع الثنائي لبرنامج تدريبي بدني تحت إشراف علاء رجب المعد البدني. بالكلام عن الونش تعالوا نروح نشوف تقرير عن مدافعنا نجم خط دفاع نادي الزمالك ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا. يوما بعد يوم يقترب محمود حمد الونش نجم دفاع الزمالك للعودة مجددا للمشاركة في المباريات بشكل أساسي بعد فترة من الغياب. جماهير الزمالك تنتظر ظهور أفضل مدافع مصري وعربي في آخر 3 سنوات واستعادة مستواه المعروف وتدعيم صفوف الفريق. ولم يكن الاهتمام بالونش مفاجأة، فأنت أمام مدافع بدرجة لاعب موهوب، لاعب لا يختلف عليه اثنان على انتمائه للزمالك وعطائه وإخلاصه خلال 7 سنوات، كما كان فيها نجما من كبار النجوم. ومنذ اليوم الأول له في الزمالك عام 2016 نجح الونش في فرض نفسه نجما على التشكيلة الأساسية، تخصص في مراقبة المهاجمين، أطلقوا عليه ملك ألعاب الهواء لقدرته على استخدام رأسه، ويمثل صمام أمان دفاعي مميز يجيد التغطية، وكذلك قاعدة هجومية موهوبة في بناء الهجمات. وخلال 7 سنوات نجح الونش في كتابة تاريخا ذهبيا له، فاز بالدوري الممتاز مرتين عامي 2021 و2022، وفاز ببطولة كأس مصر عدة مرات، وكذلك توج بالسوبر المصري ونال لقب بطل الكونفدرالية الإفريقية عام 2019، وتوج بالسوبر الإفريقي عام 2020، وكان الاختيار الأول في الدفاع، ونال ثقة كل المدربين في الزمالك منذ عام 2016 حتى الآن، وعلى رأسهم الثنائي البرتغالي فيريرا ومن قبله باتشيكو. بعد ما خلصنا أخبار نادي الزمالك نروح لأخبارنا المتنوعة، يلا بينا. صعب جدا اللي بيحصل، صعب جدا. يا سلام، برافو والله، والله يا حلف وخلف. لمتك المنطقة الجزاء وما زالت الخطورة، الله يا عيني ربو ليلو ماتشي حلوة الكورة.
نبدا كلامنا من عند نادي الاسماعيلي. المدير الفني طبعا نادي الاسماعيلي كان حريص على وضع برنامج بدني لتجهيز ثنائي منتخب مصر للشباب، اياد العسقلاني وعمر الساعي. كابتن حمزه الجمل بعد عوده اللعيبه من المشاركه مع المنتخب في امم افريقيا يعني كان عاوزهم ينتظموا بشكل كبير مع التدريبات الجماعيه، فعشان يخشوا في تدريبات الفريق بشكل كبير كان لازم يكون ليهم يعني زي برنامج سريع علشان يخشوا في الاجواء، وهم بالفعل هينتظموا في التدريبات الجماعيه للنادي الاسماعيلي استعدادا لمواجهه فيوتشر ضمن منافسات الدوري الممتاز. الاتحاد الاسيوي لكره القدم طرح عبر موقعه الرسمي للاستفتاء الجماهيري الخاص بافضل لاعب في شهر فبراير الماضي. طبعا الاتحاد الاسيوي رشح البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي تالق بشكل لافت مع النصر السعودي بتسجيل 8 اهداف في مسابقه الدوري السعودي، منها هدف في مرمى الفتح واربعه في شباك الوحده وثلاثه هاتريك في لقاء ضمك ليقود فريقه الى قمه الترتيب العام للمسابقه. رونالدو هينافس على جائزه على كل من نيجيري ايجالو مهاجم الهلال السعودي والسوري عمر السومة لاعب العربي القطري. نطير للاسباني انسو فاتي اللي عاد الى تدريبات برشلونه استعدادا لمواجهه ريال مدريد المرتقبه غدا في ذهاب نصف نهائي كاس الملك. اكيد يعني في تركيز كبير جدا من اللاعب، واكيد كل جماهير برشلونه متفائله بعوده اللاعب، وانا حاسس ان بكره ممكن نشوف يعني اهداف كتير في اللقاء. هل الريال هيكون ليه كلام وعوده بعد اخر هزيمه ليه مع برشلونه، ولا برشلونه هتكمل في الهيمنه والفوز حتى في الكاس وتقصي ريال مدريد؟ ذكرت تقارير ألمانية أن الدوري المصري عمر مرموش جناح فولفسبورغ أصبح قريبا من الانضمام لفريق اندرلخت فرانكفورت الصيف المقبل. وأفادت جريدة بيلد إن أن المفاوضات بين اندرلخت ومرموش وصلت لمرحلة متقدمة جدا، وأن اللاعب اقترب من الانتقال لفرانكفورت. كل التوفيق ليه بكل تأكيد. يوفنتوس الإيطالي قدم استئناف رسمي إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية بشأن خصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي. وأفاد موقع فوتبول إيطاليا أن يوفنتوس كان لديه شهر من أجل تقديم الاستئناف على قرار الخصم، وهو ما فعله النادي أمس الثلاثاء، وقد خصم 15 نقطة من السيدة العجوز بسبب وجوب مخالفات مالية. توفى جوست فونتين لاعب المنتخب الفرنسي السابق لكرة القدم عن عمر 89 عاما، ويحمل فونتين الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة ببطولة كأس العالم، حيث سجل 13 هدف في 6 مباريات فقط في نسخة 58 عندما وصل المنتخب الفرنسي للدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه. خلونا نطلع فاصل سريع علشان نستقبل ضيفنا المحلل الفني أستاذ إسلام علي. أهلا بحضراتكم من جديد، منورني صديقي العزيز وضيفي أستاذ إسلام علي المحلل الفني، منورني. أهلا بك يا ضو، أنا مبسوط أنا معاك النهاردة، وحقيقي بحييك على الانترو الجامد ده. زي ما قلت لك ان ده ينفع تيم توك في الفتره الحاليه، ان اللعيبه تاخد دافع معنوي في الفتره دي بالذات. احيانا ممكن في فترات ما بتحتاجش فيها تتكلم فني على قد ما انت محتاج تتكلم بشكل معنوي، والدعم المعنوي اللعيبه ممكن تجيب احسن من ده. هنتكلم فني في ايه؟ وحد هيختلف على فنيات شيكا ولا زيزو ولا فتوح ولا هختلف عليهم فنيا في ايه بالظبط؟ كل الفرق يعني بتمر بالدروب اللي احنا فيه ده. انت خدت اخر اتنين دوري، خدت اخر اتنين كاس في أسوأ ظروفي، في أسوأ ظروفك وفي ظروف كانت أصعب من كده كمان. فطبيعي ان انت مش طبيعي، وارد ان انت تحط في نفس الموقف ده فرق كتير جدا
حصل لها نفس الموقف. مثلا على سبيل المثال ليفربول دلوقتي عامل ازاي، ريال مدريد قبل كده بعد العشرة في السيزون اللي بعدها على طول طلع صفر زيرو بطولات تقريبا الا كاس عالم الانديه. فاعتقد ان المهم في الازمات دي ان احنا نقدر نتعامل معاها بشكل هي. كويس. طب ما تيجي عشان انت ذكرت الريال وليفربول، نبدا من الالتحام ده، نبدا من الصراع ده والخمسة اتنين واللقاء اللي كان مريب لكل الحاجات. يعني ما حدش كان يتوقع ان في انفيلد 5-2 والماتش قلب كان 2-0 ليفربول، وقلنا خلاص الريدز بيعودون والدنيا هتبقى امان، هوبا قلبت 5-2. ايه اللي حصل في اللقاء وايه اللي ممكن يحصل في اللقاء العوده؟ بص، هو مبدئيا اي فريق بيمر بفتره فيها ازمه ذهنيه للعيبه، الازمه دي هتاثر عليه في الماتشات الكبيره. بمعنى ممكن تكون محافظ لعيبتك بشكل كويس وعارفين ادوارهم بشكل كويس، حتى ادوارهم المركبه، بس صدقني طالما المشكله ذهنيه اللعيبه دي تركيزها ممكن لا يتخطى ال 20 او نص ساعه في الماتش، 20 دقيقه او نص ساعه بكتير. فدي ازمه كبيره جدا ان انت ما تكونش لعيبتك جاهزه بشكل ذهني او في الحاله الذهنيه بشكل كبير. دي ازمه لاي مدرب، مش بس ازمه لعيبه، لا ازمه مدرب بيقابلها. هتلاحظ تعبيرات يورجن كلوب، الراجل بره ما كانش واقف منفعل، هو الراجل كان مستغرب من اللي بيحصل لان ما كانش متوقع. احنا بادئين بشكل كويس بس اللي بيحصل ده حاجه غريبه بالنسبه له. ليه حاجه غريبه؟ هو الراجل كان بيلعب 4-3-3 ونفس القصه في ريال مدريد كان بيلعبوا 4-3-3. يورجن كلوب كان في البدايه بيعتمد على الضغط العالي عشان يحرم ريال مدريد من ايه، من مرحله البناء بشكل كويس. صحيح. ويستغل نقطه ان كورتوا مش اقوى حاجه في اللعب بالقدم، استغلها بالظبط، استغلها فعلا. وهو كان بيحاول طول الوقت ان الكوره ما يحصلش التدرج عن طريق كامافينجا. ده كان بيحصل ازاي؟ كان بيحصل ان جاكبو او صلاح كان بيضغط على اللعيب اللي معاه الكوره ويقفل ممر الباص او ممر التمرير اللي الزاويه اللي هيتعمل منها الباص لكامافينجا، عشان كامافينجا هو المتنفس اللي ممكن ريال مدريد يبدا. يعني كان بيوجه الهجمه بعيدا عن كامافينجا. عن كامافينجا بالظبط، عشان ده ممكن يعمل له خروج سريع جدا بالكوره. تمام؟ ده حصل فعلا وكان ناجح فيها بشكل كبير جدا. حتى لو الباص وصل لكامافينجا كان بيبدا يتحرك على كامافينجا من بتشيتش او هندرسون، اقرب حد ليه كان بيبدا يتحرك في ظهره فيمنعه انه يلف، فيبدا يحط الباص تاني لحد ما الكره راحت تقريبا في كره من الكرات لكورتوا، وفعلا نجح في انه يسجل الهدف التاني بتاع محمد صلاح. في الجول الاولاني بتاع ريال مدريد هنتفاجئ ان كامافينجا استلم بكل اريحيه، لف بكل اريحيه، محدش من الاثنين ضغط عليه، محدش من الناس اللي كانوا ضاغطين على حامل الكوره قفل ممر الباص. كامافينجا طالع بالكوره، ريال مدريد عمل هجمه منظمه بكل اريحيه، عمل اكتر من 10 تمريرات تقريبا، عمل روتيشن للملعب، الكوره راحت من الشمال لليمين ورجعت تاني الشمال لحد ما شفنا فينيسيوس بيجيب الجون الاولاني الجامد قوي بصراحه من الزاويه ضيقه، وبالمناسبه الاكس جي بتاع الجون كان قليل جدا، الحقيقه مش فاكره بالظبط كام بس كان قليل جدا. الفكره كلها مركزه بقفل فان دايك، بقفل الناس ما تعديش بالكثافه العدديه اللي معموله في المنطقه نفسها. القصه كلها اللي احنا بنتكلم فيها هنا اللي هو اللعيبه مش مركزه. بعد تلت ساعه بالظبط اللعيبه بدات تفقد تركيزها. انت لو معاك لعيبه مركزه فول فوكس 100% في الحالات اللي زي دي هتقدر فعلا تطبق اللي انت عايزه طول الماتش. ليفربول بدا يفتقد اهم حاجه عنده اللي هي الاسترداد السريع للكوره. وقت ما كان بيفقد الكوره كان بيبدا يستردها بسرعه جدا. صحيح. التحولات من الدفاع للهجوم، الضغط العالي اللي كان بيعمله في المواسم السابقه بدا يفقده بشكل كبير جدا. ليه بدا يفقده بشكل كبير جدا؟ عشان ما حصلش اي تجديد في السكواد بتاع الفريق. حتى عمليه الهيكله بتاع الفريق ما تمتش بشكل سليم. الهيكله حصلت او التعاقدات حصلت راحت في مراكز الوينجات زي جاكبو مثلا بيلعب. هل دي مشكله من كلوب ولا من الاداره والنادي؟ على حسب انت طلبت مين، هل انت طلبت ولا لا، او الاداره وفرت او ما وفرتش، دي مشكله. يعني افتكر مورينيو قبل كده وهو في مان يونايتد كان بيطلب لعيبه من لعيبه معينه كان بيقول لك دايما بيجي له البلان بي مش البلان اي خالص في التعاقدات بتاعته. فالنهارده راح يجيب لعيبه برومسنج، هي لعيبه مستقبلا هتبقى كويسه بس حاليا ما ينفعش يشيل، يعني ما ينفعش ويليام كارفاليو او كارفاليو يشيل مكان ماني. ممكن كان يبقى جاي يجي في وجود ماني ويبدا ياخد مع الوقت يقدر المستقبل. مين دياز كان يقدر؟ ممكن كان يقدر. هو دياز كان عندي مشكله مع دياز، هي مشكله وحيده انه ما كانش بسكان كتير، فعشان كده اغلب قراراته كانت بتبقى فرديه، بيضطر انه يروغ كتير جدا مع ان كان عنده حلول اكتر. هي دي المشكله الوحيده اللي مع دياز. نونز شايف مهاجم قوي؟ نونز انا شايفه مهاجم قوي. نونز بيعمل حاجه كويسه جدا وانا كنت عايز اتطرق ليها في النقطه دي.
هجوميا كان بيعتمد في الهجوم المنظم او في التحولات. في التحولات خلينا نتكلم في التحولات الاول عشان كان عاجبني جدا فيها، ان جاكبو كان بينزل بيفتح المساحه اللي هيبدا يتحرك فيها صلاح او نونيز من وراه. نونيز كان دايما بيجي بيتحرك من اطراف في المنطقه العاميه للمدافعين، عشان كده نونيز دايما عنده معدل فرص كتير جدا قدام الجون، بيوصل كتير جدا، محتاج بس بيفنش بيضيع كتير. بالظبط، هو محتاج تقنيا يبقى اهدى شويه على الكوره، محتاج يشتغل معاه، محتاج يعني يشتغل معاه على قصه الفينش دي اكتر. بس اعتقد ساعات كتير بيكون ممكن يباص، يعني ممكن يعمل الاسيست اكتر. بالظبط، هو اصلا يورجن كلوب مش بيعتمد على فرود صريح، يعني فيرمينيو ما كانش فرود صريح. بالظبط، كان هو بيعمل اسيستات، كان ممكن موجود، وتلاقي صلاح من اللي بيسجله كتير جدا. بالظبط، هو دايما بيحاول يعتمد على مهاجم بيلعب كره شامله، بيساعد في عمليه التدرج، بيساعد في عمليه او على حسب المساحه، ودايما المهاجم بتاعه بينزل لتحت يستلم، او بالزبط. لو صلاح ضم لجوه فهو بينزل يدي مساحه عشان صلاح يزيد، عشان بيمتلك كواليتي وينجات بيقدر يفنش بشكل كويس. شوف الكواليتي بتاع ماني وصلاح كان عامل ازاي في الفينش، شوف الارقام بتاعتهم كانت قريبه جدا من بعض في الخمس ست سنين اللي فاتوا. حاجه تانية، نونيز كان كويس جدا فيها في قصه التحرك من على الطرف لحد عمق الملعب، ده سجل فيها الجون الثاني. اللي كان مفاجاه ليا بالنسبه لي في الماتش الصراحه في مستوى نونيز، ان لما كان ليفربول بيفقد الكوره ويبدا يتحول من الهاي بريشر لللو بلوك، بينزل في الثلث الاخير خالص، كان نونيز بيبدا يقف كمحور دفاعي خامس، كان بيقف خامس في خط الدفاع كوينج، كان بيقوم بدور الوينج اللي هو الوينج الشمال او الليفت وينج يعني، علشان يبدا الترحيل يتم بشكل طبيعي في ظهر ارنولد، وبالتالي ما يحصلش القصه اللي بتحصل كل مره في 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 ظهر ارنولد، برضه يدي مساحه للكاونتر اتاك لو صلاح قدر يقطع. بالظبط، صلاح يقدر يزيد. بالظبط، في الهجمات المنظمه بقى كان ليفربول كان بيبدا يعمل استرتش الملعب، هندرسون على اليمين وكان روبرتسون على الشمال، بيبدا بيتحرك في الممرات الداخليه، نونز وجاكبو وصلاح بيتامن بره، بيدخل لقلب الملعب عشان يضمنوا السكند بول، كان بيتحرك لجوه ارنولد، دي عملت فرص كتير جدا، صلاح ضيع منها فرصتين تقريبا. لحد هنا، لحد الدقيقه 20 ليفربول كان ماشي بشكل كويس. في ناس، انا شفت ناس وسمعت ناس بيتكلموا ان يورجن كلوب قرر يسيب الكره بعد الجون الثاني، وده غلط. لا، ما حصلش الحقيقه ان يورجن كلوب ما سابش الكره. يورجن كلوب اللعيبه بتاعته بدات تفقد تركيزها بشكل سليم بشكل كبير جدا، مش قصه ان الراجل قرر يسيب الكوره، لا، لو رجعت الماتش تاني الراجل ما سابش الكوره، الراجل لا، فضل يحاول ويلعب بنفس السيستم. ايه اللي حصل؟ انا حسيت لعيبه ريال مدريد مستفزه جدا، يعني 2-0 في انفيلد وهم عادي، يعني بص زي ما بيقولوا دايما ما حسيتهمش عندهم، لا عادي مفيش مشكله، زي ما بيقولوا دايما احيانا في شخصيه البطل. يعني ايه شخصيه البطل؟ في ناس بتتريق على الكلمه دي، شخصيه البطل ان اللعيبه بتاعتك تبقى متمرسه للمواقف اللي زي دي. لعيبه ريال مدريد في اخر 10 سنين تقريبا لعبوا كميه نهائيات بشكل كبير جدا، تقريبا ما خسروش غير نهائي واحد اللي هو السوبر الاخير اللي قدام بارسا في السعوديه. صحيح، هو ده الوحيد اللي خسروه. عندك اللعيبه لعبت كميه النهائيات دي، اتعاملت بالشكل ده مع النهائيات والكامباك اللي اتعمل في النهائيات سواء 2016 او 2014 قدام اتلتيكو مدريد بعد ما كانوا مغلوبين. صحيح، بيرجع بالشكل ده، لا خلاص يا اللعيبه بقت متمرسه، هو ده شخصيه البطل، البطل اللي الناس فعلا بتتكلم فيها يعني، والناس كانت بتتريق عليها ومش فاهمه يعني ايه، ان هي خلاص من الريال من الانديه اللي تقريبا تدعيماتها ما بالظبط، تدعيماتها شبه يعني شبه مش موجوده. بالظبط، بس انت عندك لعيبه ريال مدريد كباتن في منتخباتها ومن اللعيبه الاعمده الاساسيه. انت قلت حاجه في الاول حلوه، ريال مدريد مش محتاج يجيب حد بروميسنج دلوقتي، مش محتاج يجيب حد هيبقى بعد كام سنه جامد، لا، ما انا عندي كامافينجا وعندي لعيبه دول جايين وهم اللي هيشيلوا الفتره اللي جايه، ولكن انت قلت انا محتاج اجيب، لو هجيب حد يبقى ده اللي هيقعد مودريتش. بالظبط، لو هجيب حد يبقى ده اللي هيقعد فينيسيوس. بالظبط، هو ده اللي هجيب حد هو جاي يشيل، جاي جاهز. نفس القصه، كامافينجا السنه اللي فاتت ما كانش اساسي بشكل كبير، كان بيشارك دايما في الشوط الثاني، ماتشات اللي هي الاسهل شويه كان بياخد فيها. هي دي القصة، ان انت تجيب حد بروميسنج في ظل وجود الناس اللي هي العتاولة زي ما بيقولوا، الناس الجامدة بتاعتك، يقدر ياخد فرصة، يقدر ياخد خبرات كبيرة. السنة دي لما انت احتجت كامافينجا من تلت ساعة كان فعلا كان مش احسن حاجة في ماتش ليفربول، بعد تلت ساعة تحول رهيب بعد كورة الجون الاولاني اللي هو اتسبب على ذكر بنزيما ومودريتش، هم عقدهم هيخلص اخر السنة دي، تفتكر هيكملوا ولا هيروحوا الخليج؟ يعني اعتقد انهم هيروحوا الخليج، هنشوفهم مع كريستيانو اعتقد يعني مصر. لا، انا ما اعتقدش ان بنزيما ممكن نشوفه مع كريستيانو، الموضوع صعب شويه. ليه؟ لان كريستيانو بيلعب مهاجم هناك، هيظبطوا له الخطه، ممكن وارد، بس هل رودي جارسيا فعلا هيطلب حاجه زي كده؟ انما مودريتش اتوقع مودريتش بشكل كبير جدا هيكون موجود في. تفتكر في الوقت الحالي مين اقوى واشرس كمهاجم، كريستيانو ولا بنزيما؟
بالنسبه لك يا اسلام ممكن لا كارقام ماشي بص يعني بص يعني كريستيانو اللي خلاف عليه واحد من افضل اثنين لعيبه جون في تاريخ الكوره يعني ما فيش خلاف عليه بس انت بتتكلم في الوقت الحالي في الحاليه خلينا بس نتكلم من افضل اثنين جم في الوقت الحالي كريستيانو لا انا قصدي في الوقت الحالي كريستيانو وميسي من افضل اثنين جم في اخر 10 20 سنه لكن الجيل اللي قبليه فيه والجيل اللي قبليه بس في ناس هتقول لك ايه حاليا لو انا مارادونا اسطوره في جيله ولا بالظبط حاليا انا اختار بنزيما بنزيما لسه بيحافظ على يبقى شكلك ميسي فان لا ابدا بالعكس خلاص استمع وضحت انا بشجع ريال مدريد اصلا بنزيما بالنسبه لي واحد لسه من الناس اللي هم محافظين على نفسهم في عمليه ان هو بيبقى موجود اكتر في عمليه البروجريشن بيساعد الفرقه دايما في عمليه البروجريشن التحرك على الاطراف كريستيانو ما بقاش يعملها زي الاول حتى في عمليه التحولات الاثنين سن الاثنين السن بالظبط بس بنزيما السن خلاه اتقل فجاه خلاه اجمل بالظبط خبرات قلت لك الخبرات بتاعت ريال مدريد في الكام سنه اللي فاتوا دول لا اللعيبه بقى عندها كميه خبرات بالتعامل مع المواقف دي بطريقه مش طبيعيه فكان مؤثرين جدا في الموضوع ده هل ممكن نشوف مبابي في ريال مدريد ولا اعتقد بص انا هقول لك حاجه هل هو خلاص لو ميسي او نيمار ماشيين هو مكمل بص انا هقول لك حاجه مشروع بي اس جي دلوقتي كله قايم على امبابي فمستحيل يمشي مستحيل يمشي انا شايف ان هو مستحيل يمشي مش مشروع هو بس امبابي هو بي اس جي يعني امبابي بالزبط. بينزل لا ده فريق تاني بالظبط عايز اقول لك انا شفت ده تحديدا يعني خلينا نروح كمان نتكلم على الشامبيونز ليج تعال نروح في نقطه عايز ارجع لها بس بفكر وباير ميونخ تمام الماتش ده في المانيا سبحان الله الاثنين خسروا في ملعبهم باريس سان جيرمان وليفربول باريس سان جيرمان بدا من غير امبابي نزل امبابي بقى ناس تانية بالظبط ناس تانية شفت اللقاء ازاي وليه مدرب قعده على الدكه كان عنده اصابه وكان ممكن ما يكونش موجود ولكن طالما نزل يبقى كان من الاول بقى بص هو كان راجع من اصابه فانا اعتقد ان هو خاف يرسك بيه خاصه في الوقت الحالي ان انت عندك ماتش وخسر الماتش يعني اخد الريسك وخسر الماتش ممكن اخد ريسك ان انا اخد ريسك ان انا اعدل انما اخد ريسك من اول والبس في الحيطه هيبقى الموضوع صعب جدا بص الماتش ازاي اولا الحقيقه نايجلسمان نجح ان هو يقسم الماتش بشكل كويس جدا قرر ان هو يهاجم باريس او يعمل هاي بريشر على باريس ويمنع باريس من عمليه البنى بشكل سليم ولو رجعنا الماتش هنلاقي ان باريس عمليه خروجه بالكره كانت صعبه جدا خاصه ان ميسي ونيمار ما كانوش بيساعدوا في اي عمليه كان خارج الخدمه بالظبط كان خارج الخدمه طول الماتش بالظبط كمان لعب بثلاثه في خط الظهر ده كان مهم جدا عشان يامن نفسه من عمليه التحولات اللي باريس شاطر فيها فهو كمان باريس خسر واحد من اهم لعيبته اللي هو امبابي امبابي هو الوحيد في الثلاثي اللي بيقدر يطلب الكره في مساحه نيمار عايز الكره في رجله ميسي عايز الكره في رجله هو مش تقليل بس هو كل لعيبه الخصائص بتاعته والاثنين دول هم اللي هيلاعبوا امبابي بالظبط مين بقى اللي هيطلب الكره اما انا ميسي او نيمار هاخد الكره في رجلي هطلب لمين الكره هدي لمين الكره امبابي فامبابي مش موجود امبابي هو الوحيد في الثلاثي اللي بيهاجم المساحه وميسي هو الوحيد اللي بيعمل الباص اللي بيديك بيجبرك ان انت تروح تهاجم المساحه طب نيمار بيعمل ايه الحقيقه نيمار في الفتره حاليا شايفه ان هو بعيد تماما سؤال محرج شويه لا بيعمل مش محرج خالص بالعكس بيعمل حفلات يعني بيعمل حفلات بص اقول لك حاجه البيج بتاع الشامبيونز ليج ساعات بينزل هايلايتس للمهارات بتاعت نيمار مش كامله يعني هي ترقيصه اللعيب وبعدين فين التكمله مفيش فحرفيا انت خسران بوجود الثلاثي انا هقولها لك كمان بديل ما انا هقول لك كمان بقى هنرجع لكمان نقطه مهمه جدا النقطه المهمه اللي فيما بعد ان انت كبي اس جي وانت بتضغط بتنضرب بسهوله ليه صح. لان انت محتاج الخصم اي خصم منظم مش محتاج انه يعمل باصات كتير عشان يكسر خطوط عندك هو اولا مع اول اتنين باص بيتعملوا في التلت الاولاني للخصم انت خلاص طلعت اتنين بره الايه بره عمليه الضغط فانت دلوقتي عندك 8 لعيبه او عندك خطين من 3 خطوط بقى عندك خطين مع التحركات بتاعه اللعيبه بتاعتك خلاص انت بتستسهل جدا ان انت توصل بيبقى سهل جدا ان انت توصل لمرمى بي اس جي هل بي اس جي محتاج تدعيمات في خط النص اعتقد يعني الدفاع متهيألي تمام هو عندهم مشكله في راموس في راموس بيتعامل مع مواقف اللعب المكشوفه يعني ودي مش هتظهر غير في الماتشات الكبيره بس هو ماتش باير ميونخ ده كان اقوى ماتش راموس على الاطلاق مع انت لو بصيت ده كان اقوى ماتش ليه على حقيقي انا عارف بس انت لو بصيت لكره الجون نفسها بتتكرر دايما مع راموس من ايام ريال مدريد اللي في مواقف اللعب المكشوفه بيبقى عندهم مشكله دايما في المنطقه العاميه للمدافعين عشان كده نايجلسمان اعتمد ان هو يعمل كثافه عدديه في المناطق دي علشان ياخد عيون
اللعيبة. الكلمه دي صعبه شويه بس هي كلمه بنقولها شويه للعيبه عشان نوصل لهم المعلومه شويه. بياخد عيون المدافعين للمكان اللي فيه الكوره اكتر فيبدا يامن المساحه اللي بيتحرك فيها. في حاجه بتحصل في ظهرك. اه بالظبط. كومان وسانيه دي قرارات كتير. الناس بتلعب بلاي ستيشن، انت بتهاجم وبتدي اوردر للاعيب التاني يجري. بالظبط. فانت هو اللي داخل اللي بيلعبك عايز يقطع منك الكوره بس مش عارف ان انت بتمارك واحد تاني يجري عشان تديله السرو باس او ترفعه. هو نفس الفكره زي ما قلنا، ولا التجميع نفسه كان بيحصل في منطقه عشان الكروس يكون ناحيه الكروس يحصل كروس يحصل الناحيه الثانيه. وده اللي حصل في كوره جون وحصل في اكتر من كوره بس هم ما كانوش موفقين فيها. هل باريس ممكن يعود في المانيا ولا صعب؟ وارد وارد جدا. هو كان هيعود في فرنسا ولكن اوف سايد اوف سايد وكام كوره يعني تقريبا. بص ميسي اهدر برده كوره. ميسي بقول لك امبابي تقريبا نزل لمس الكوره 13 مره عمل بون خطوره كبيره جدا. اتحرك في دار دفاع بايرن كذا مره. يعني توقعاتك كم في الميه ممكن يصعد؟ بالنسبه لي لسه 50-50 حتى الان. اه حتى الان. طب ليفربول وريال مدريد؟ لا لا الموضوع منتهي. اتحسم خلاص؟ اتحسم بالنسبه لي اتحسم. هقول لك اتحسم ليه؟ انا قلت لك رقم واحد ذهنيا اللعيبه بتاعت ليفربول ما كانتش احسن حاجه. ثانيا انا الحقيقه بقى لي سنتين بنتقد انشيلوتي رغم اللي عمله السيزون اللي فات، بس انا كنت بنتقده انه ما كانش بيحاول يطور من مستوى الفريق او بيحاول طريقه لعب الفريق. هو كان نمط واحد بيحصل كل مره، كان بيلعب بشكل معين بيستقبل جوان في الشوط الاول في الماتشات الكبيره بالذات، الشوط الثاني يبدا يعدل فيكسب، فيجي الماتش اللي بعد كده يبدا بنفس السيستم اللي لعب بيه الماتش اللي بعده. المباراه اللي فاتت بتاع ليفربول الحقيقه كان مبهر بالنسبه لي قوي في الشوط الثاني. الشوط الثاني قرر يسيب، بدا غلط ولكن قبل. بدا غلط بالظبط. الشوط الثاني قرر يسيب الكره لليفربول خالص ويلعب زون في الثلث الاخير. يعمل ايه؟ استثنى واحد بس من عمليه الضغط اللي هو كريم بنزيما، وقفه فوق وبدا الكوره تروح مكان الكوره مثلا عمل سويتش بين لوكا مودريتش وفالفيردي عشان فالفيردي عنده نفس اكتر، عنده مهام يقدر يجري اكتر من لوكا مودريتش، فعمل فالفيردي بلوك على محمد صلاح، بلوك من بدري مش واقف في ظهر محمد صلاح، لا بلوك من بدري عشان يقفل عليه كل ممرات التمرير. دي الحاجه رقم واحد. والناحيه الثانيه لوكا مودريتش عشان يقفل على المكان اللي فيه روبرتسون، باين جدا وواضح جدا ان ليفربول هيبدا كل الشغل بتاعه هيبدا في الناحيه اليمين اللي فيها ارنولد وصلاح. هو فعلا نجح في الحته دي. لا وقدر كمان يضغط ارنولد جامد جدا. اه بالظبط. وبدا يعمل جونيور يعني لعب على ارنولد كوره بالظبط، وبدا يعمل دفاع مطاطي اللي هو ايه اللي هم واقفين زون بس في المنطقه، لو الكوره في الناحيه اليمين بيبدا فالفيردي يخرج يضغط لحد مثلا ليفربول ما يبدا ينزل بالكره تحت. الكره نزلت لقلب الملعب بيطلع كامافينجا يضغط، الكره راحت ناحيه الشمال بيبدا يروح مودريتش يضغط لحد ما على فكره سجلوا جونين اللي هو الرابع والخامس تقريبا بنفس بشكل قوي جدا. عشان اجيب الماتشات حقها، هل شايف ايه تاني ماتشات في تشامبيونز ليج كانت قويه؟ نابولي الحقيقه لسه مكمل زي ما هو. نابولي السنه دي في الدوري الايطالي وعموما واحد من احسن الفرق اللي بتقدم كوره في اوروبا. لسه السنه دي نابولي بيقدم برضه بيكسب في المانيا قدام فرانكفورت 2-0. هو صعب خلاص كان نابولي خلاص. اعتقد ده خلاص نابولي. طب توتنهام ايه؟ 50-50. هتقولي ليه؟ بص السكواد بتاع ميلان هنرجع ونقول ان هم حققوا الدوري السيزون اللي فات بسكواد وتعبوا كل حاجه، بس مستوى الصفقات نفسها في الميركاتو ما كانش المستوى اللي يقدر يحافظ على الفريق ان هو ينافس على اكتر من جبهه، سواء دوري ابطال او الدوري هناك الدوري الايطالي او الكاس. فالموضوع صعب جدا بالنسبه لميلان، فعشان كده هضطر اقول لك ان هو لسه 50-50 بالنسبه لي برضه. لو سالتك على ذا بيست، شايف ميسي كان يستحق على مبابي وبنزيما؟ بص هو الموضوع صعب جدا، يعني دي من ضمن المرات القليله جدا اللي انت تبقى محتار تختار مين. الموضوع كان صعب بطريقه مش طبيعيه. ميسي ساعد منتخب ارجنتين انه ياخد كاس عالم. طب وجهه نظرك سريعا عشان اطلع فاصل، رتب لي الثلاثه من الافضل من الاول للثالث. انا كسلان؟ اه عشان كاس عالم سريعا. عشان كاس عالم هقول لك ميسي بنزيما امبابي. ما اختلفناش يعني. نطلع فاصل ونكمل كلامنا، خليكم معانا. لسه منورني طبعا صديقي اسلام علي، بنتكلم عن الكره العالميه. هنروح لاخر ماتش عشان نروح بقى للزمالك وبيراميدز. اخر ماتش ايضا كان لافت الانباه كلها، مانشستر وبرشلونه في اليوروبا ليج. واو اليوروبا ليج طبعا. ومانشستر قدرت يعني تقصوا على برشلونه وقدرت تحرجهم بشكل كبير جدا. شايف اللقاء كان ازاي وايه اسباب هزيمه برشلونه؟ بص الحقيقه بشكل كبير جدا تين هاج
طمن جمهور مان يونايتد من ناحيته، لان في المواعيد الكبيره اللي زي دي هي بتبقى الاختبار الحقيقي للمدرب اللي انت عامل عليه امل كبير جدا. هو في البدايه بارسا كان بيواجه هاي لاين كويس قوي من مان يونايتد، بس الحقيقه تنهاج اللي ما كانش عامل حسابه ان سيرجيو روبرتو كان فريمان، كان لعيب بيبدا يتحرك بحريه بطول عرض الملعب. هو على الورق كان وينج ليفت، بس هو في طبيعه ارض في الملعب على الورق اللي على ارض الملعب كان عنده مطلق الحريه انه بيبدا يتحرك ورا خطوط الضغط بتاعت مان يونايتد، فكان بيدي حريه وبيدي سهوله في عمليه التدرج والخروج بالكوره في برشلونه. زي ما دي كانت عامله شكل كويس لبرشلونه ونقطه تتحسب لتشافي، الا ان احيانا نفس نقطه القوه هي بتبقى نقطه الضعف، انه كان بيبقى فاتح الملعب ببلدي عشان بلدي يبدا يقوم بادوار الوينج والباك في نفس الوقت، فده عمل مساحات كبيره جدا في ظهر بلدي، وده شفناها في اول دقيقتين في الماتش. عمل مجرد ما لعيبه مان يونايتد قطعوا الكوره على دايره السنتر تقريبا من سيرجيو بوسكيتس، اتعمل باص سريع جدا لبرونو فرنانديز راح بيه انفراد، وده اندل ده في اول دقيقتين، اندل يدل ان هو كل التعليمات ان التجميع هيحصل او كل اللعب هيحصل ورا بلدي في المساحات اللي بيسيبها بلدي. ده كان دليل ان تين هاج كان مذاكر بارسا كويس. صحيح. بعد الكره دي والفرصه دي قدر بارسا ان هو فعلا تشافي ينجح بشكل كبير جدا في استغلال النقطه دي بتحرك بتاع سيرجيو روبرتو. برونو فرنانديز كان بينزل لعمق الملعب شويه فما قدرش يعمل الفرص او الخطوره اللي كان مستنيها في ظهر بلدي كتير. الشوط الثاني شفنا التغيير اللي حصل من تين هاج، وده بيعرفك قد ايه ان المدرب واقف وواعي جدا وشجاع، مش مركز وبس. في مدربين بيبقى مركز وعارف القرار اللي هياخده، بس ما بيبقاش شجاع كفايه لان اللعيبه بتاعته مش حافظه سيستم تاني غير السيستم اللي هم بيلعبوا بيه في ارض الملعب. كان شجاع كفايه انه يعني مانشستر كان يستحق الفوز. طبعا كان يستحق بشكل كبير جدا، فكان شجاع كفايه بالتغييرات اللي عملها. بقطعك بس عشان نلحق نتكلم على كل اللقاءات. شايف بكره ريال مدريد برشلونه الافضليه لمين؟ بص في الوقت الحالي حاسس ان ريال مدريد افضل، يعني خاصة مدريدي. ممكن يعني، بس خاصة بعد الشكل اللي حصل في مباراة ليفربول في الشوط الثاني، ان الريال كان بيلعب زون اكتر، ده ينفع قدام برشلونة عكس مباراة السوبر كنا بنلعب رقابة فردية مان لمان، فده كان صعب جدا. عمل مساحات كتيرة في خط ضهر ريال مدريد، اي باص بيتعمل كان بيضرب الخطوط بشكل سريع جدا، حتى شفنا في لقطة شهيرة كده اتسربت او مش اتسربت، كانت اتاخدت من هايلايتس مش فاكر تقريبا من قمر خاص حاجة زي كده، ان مودريتش بيشتكي لانشيلوتي من قصه الرقابه الفرديه واللي بيحصل فيها. اعتقد ان انشيلوتي المفروض ان هو واعي الدرس ده بشكل كويس، والمفروض ان هو يعني ما اعتقدش انه هيجازف ويعمل ياخد ريسك ثاني يلعب بنفس الطريقه. بكره فوز ريال مدريد. يعني اعتقد، بس مش هتبعد، يعني مش هتبعد كتير الصراحه. خلينا نقول في الاول في الاخر ان ماتشات الكلاسيكو ملهاش كبير. خلينا نقول ان في الفتره بتاعت بينيتز كان ريال مدريد عامل فتره كويسه لحد ما جه ماتش برشلونه وريال مدريد اتغلب 5-0 في عدم وجود ميسي، وريال مدريد كان في كامل النجوم بتاعته بنزيما وكريستيانو وكل الناس بالظبط. خلينا نقفل صفحه العالمي ونروح للقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري والجوله ال20، لقاء مهم جدا، جماهير الزمالك تنتظر اللقاء ده. عاده لقاءات الزمالك وبيراميدز بيكون فيها متعه كرويه كبيره، بيكون فيها اهداف كتير، غزاره تهديفيه، الفرقتين فاتحين خطوطهم، ما حدش بيدافع، والفرقتين بيحبوا كده. اللي بيلاعب الزمالك بيحب عشان الزمالك فتح خطوطه فههاجم وهعرف العب، وبيراميدز مش هينزل يدافع، هينزل يهاجم، فاللقاء بيكون فيه هجمه هنا وهجمه هنا. شايف لقاء يوم الجمعه هيكون ازاي، وتوقعاتك لفريرا وتشكيله اللي هيبدا بيه؟ بص اعتقد ان بيراميدز على عكس على غير العاده، ما اعتقدش ان هو هيبدا يهاجم او يفتح خطوطه بالشكل اللي الناس كلها متوقعه. ده علشان باتشيكو من الناس اللي بتعرف تقفل كويس، ولا عشان هيخاف من الهدف المبكر الدائم مع الزمالك؟ بالظبط، دي حاجه من ضمن الحاجات، يعني من زي ما قلنا قبل كده في حاجات نفسيه بتعلم مع الناس ومع المدربين ومع اللعيبه بيخافوا منها دايما. فانا اتوقع ان بيراميدز مش هيعمل ريسك خالص ان هو ينزل يبدا يقابل من الزمالك من قدام عشان ما يديش الحريه لزيزو او سيف الجزيري. انت عارف ان الزمالك بيعتمد في الفتره الاخيره على المساحات، انه يوفر المساحات لزيزو او سيف الجزيري او حتى شيكابالا. غير كده الزمالك بيعاني في وجود زون ديفنس او الخطوط متقاربه او اي فرقه بتلعب قدامنا كومباكت، احنا بنعاني في القصه دي بشكل كبير جدا. فما اعتقدش ان بيراميدز ممكن يفتح خطوطه في البدايه على الاقل.
بيراميدز في الفترة الأخيرة ماشي بشكل كويس، الأداء بشكله أحسن، نجوم الفرقة نفسهم عندهم الأداء بقى أحسن مع والكواليتي بقى يعني بدأ يظهر مع باتشيكو، سواء رمضان صبحي سواء عبد الله السعيد حتى بلاتو توريه، بنشوف التحولات اللي بتحصل عن طريق بلاتو توريه مش طبيعية. ولكن باتشيكو بيعتمد على الدفاع، ودفاع بيراميدز عنده قوة كبيرة جدا، مش بس في الدفاع لا في الالتحامات، وكتير جدا بنشوف طرد وانذارات. هل ممكن ده يكون لصلاح الزمالك في لقاء يوم الجمعة؟ اعتقد لو كنا اذكى ممكن يبقى لصالحنا طبعا، لازم نكون اذكى في القصص دي. هو بيعتمد، بس احنا عندنا يعني مشكلة كتير جدا علي جبر في اللقاء دي بيطرد كتير جدا. ده بالظبط، ده لو رجعت لها هتلاقي اغلب الحاجات دي حصلت في موقف لعبة مكشوفة، هجمات مرتدة او ترانزيشن زي ما بنسميها. انما في الحالات اللي هو فيها كومباكت هيبقى صعب شويه. صعب ليه؟ ان احنا عندنا ازمه في الفتره الاخيره ان احنا ما عندناش انتشار في الممرات الخمس، زي ما احنا عارفين ان دلوقتي الملعب بقى متقسم خمس ممرات. احنا عندنا المشكله دي ان احنا لعيبه نص الملعب بتاعه الزمالك حاليا مش محدش من الخصائص بتاعته ان هو يقدر يبقى شاطر يعمل الحته دي، بعد رحيل امام عاشور، عدم وجود ساسي، عدم وجود الناس اللي الاختراق من يعني من الممرات، من نص الملعب للممرات بين اللاعبين. بالظبط، انت لما بتيجي خلاص انت بتبدا في مرحله بعد مرحله التدرج بتبدا نعمل باصات كتير جدا، لان مفيش ناس بتنتشر في المناطق اللي الهاف سبيسز بين الباك والوينج، فانت اصلا دايما فاتح الملعب بالوينجات مش بالباكات. فدي مشكله، هو الوينج بيبقى فاتح مثلا زيزو معاه الكوره وسيف الجزيره واقف في العمق، الناس بتوع نص الملعب واقفين دايما مستنيين الكوره الثانيه، وده مش طبيعي، لان انت كده كده هتفقد الكوره. طب بعد ما خدت الكوره الثانيه هنروح بقى فين؟ دي مشكله عندنا. فاتمنى ان اللعيبه بتاعتنا في الفتره اللي جايه يبدا مستر فيريرا يحفظ الناس ان هم ازاي يتحركوا بين الخطوط، ده هيسهل اكتر. وده على فكره ده مأثر بشكل كبير جدا في عمليه التسجيل بتاعتنا حتى بعد الحلول. وبقى له كام يوم بيشتغل على الفينشنج وعلى بعض الامور الفنيه في الجزء الهجومي. هنفنش ازاي واحنا يعني هنفنش ازاي واحنا مش فعلا ما عندناش كثافه عدديه؟ هو اكيد اشتغل على انه كان بالظبط يعني كان ده اللي كان موجود كمان معانا النهارده في الاخبار وامبارح، ان هو في تدريبات خاصه للاعيبه في الشق الهجومي. يعني حتى النهارده كان كابتن اسامه نبيه عامل تدريبات خاصه للاختراقات والزيادات والكروس باس او الكرات العرضيه. يعني اتمنى ان احنا فعلا لازم نبص للجزء ده بشكل كبير. بقول لك يعني كلامك انا بترجم لك كلامك ان هم شغالين على ان كمان الكلام ده صحيح وهم بالفعل بيعدلوا فيه، يعني هم خاصه ان احنا عندنا دلوقتي وقت كويس، ان احنا عندنا تقريبا من الماتش اللي فات للماتش ده اسبوع تقريبا اسبوع. اعتقد اسبوع بشكل كويس يعني اعتقد اسبوع ممكن فتره كويسه ان احنا نبدا نحفظ اللعيبه. احنا عندنا مشكله ثانيه ان اللعيبه تبدا تثق في نفسها. هل لعيب الكوره وصل للتوب ليفل انه يلعب في نادي الزمالك بطل الدوري واحد من اكبر انديه في القاره ما يقدرش يعمل ده؟ لا يقدر طبعا. اقدر يعني ده اللي انا شايف انه يقدر يعمل ده، بس لازم اللعيبه دي تبدا تثق في نفسها. الثقه دي هتيجي مع المكسب، يعني الثقه دي هتبدا تيجي مع المكسب. احنا بنعاني من قصه ان اللعيبه فعلا عندها خوف شويه، اللي حتى الفينش قدام المرمى اللعيبه بتتفاجئ بالكوره، حتى جيزو نفسه وصل للنقطه دي. فاتمنى ان احنا الفتره اللي جايه اللعيبه بتاعتنا نبدا نحفظها الجزء ده بشكل كبير جدا. نبدا نبص كمان هي السربعه والحميه الزياده ساعات بتخلي الكوره مش متوقعه. بالظبط، نبدا نبص على التحركات بتاع سيف الجزيري. سيف الجزيري كل ما يتحرك على طرف من الاطراف انت في مساحه حصلت في عمق الملعب، المساحه دي مين اللي هيتحرك فيها؟ انا اتمنى ان اللعيبه عينيها بس ما تبقاش مع الكوره، لازم اللعيب يبدا عينه في المساحات اللي انا المفروض اتحرك فيها. لان قرارك هيجي بعد ما تعمل اسكان او استكشاف للملعب، لو عملت استكشاف هتبدا تاخد فعلا القرار الصحيح، بس ده يلزمه جرأه في القرار. بس كمان في حاجه انا بسبح سما بتفرج ومش عارف المشكله فين. الزمالك في الكثافه الهجوميه او بنيجي نعمل الكاونتر اتاك او السرعه او الكوره، بحس ان العدد بتاع التيشيرت الزمالك في الجزء الهجومي قليل. ده اللي انا بتكلم فيه، وانا باجي ادافع بلاقي ان العدد قليل. طب انا فين؟ هل الزمالك الفتره اللي فاتت ما بقاش كومباكت زي الاول، ما بقاش خطوطه قريبه فكان بيتقدم فكان صعب اختراقه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين بيسترجع كره سريعا. رقم ثلاثة بتوفر جهد بدني، ما انا طول ما انا خط الهجوم بتاعي قريب من خط الدفاع انا بنتحرك از يونت واحده، بنتحرك كتله واحده. بالظبط، فالحركه دي بتوفر مجهود بدني على الوينجات، على خط النص، على خط الدفاع. انت مش بتوفر مجهود بدني وبس، انت بتقلل من المساحات والحلول اللي ممكن الخصم يستغلها عندك. دي سواء انت كان بحس ان سيف الجزيري يا عيني واقف في وسط خط الدفاع لوحده، الكره بتجيله حتى لو استلمها
قبل ما حد يجي يستلم منه بيستلم على الاجناب. انا عشان كده انا يعني اتمنى ان احنا الفتره اللي جايه لازم نبدا ندي ناصر المنسي كتير. ناصر المنسي الحقيقه كويس في الالتحامات الهوائيه كويس في المشكله كانت في سيف الجزيري ولا مشكله ان مفيش معاه تدعيم؟ هي مشكلتين الاثنين بس. فخلاص نبدا نجرب يعني. بس انت شايف ان هو سيف محتاج ياخد راحه؟ اعتقد يعني اتمنى ده يحصل. وانا زي ما بقول وقلتها قبل كده هنا ان ناصر منسي الحقيقه من المهاجمين الكويسين في مصر، المهاجمين اللي بيقدر يشارك في كل العمليات سواء التدرج، ما بيخسرش الكوره كتير، ما بيخسرش الكوره بسهوله. صحيح. قوي جدا في الالتحامات، بيقدر يدي سبورت على الاطراف وده مميز جدا ليه. بيقدر في الالتحامات الهوائيه كويس جدا، لعيب هيدر بشكل كويس. على فكره السنه اللي فاتت كنت شغال على فريق البنك الاهلي، كان دايما بيعملوا العرضيات او بيشتغلوا في الكورسات على التحرك بتاع ناصر منسي ورا المدافعين او في المنطقه العاميه اللي هو للمدافعين. هو شاطر جدا فيها، اتمنى ان احنا نستغله في الجزئيه دي، خاصه في السيت بيزز. احنا في السيت بيز وفي الضربات الثابته والركنيات في وجود الونش وحسام عبد المجيد كان بيسهل ان اتنين يسجلوا، انما دلوقتي خلاص كل الفرقه عارفه ان انت مش بتستخدم حسام عبد المجيد بالظبط. فوجود ناصر منسي هيدينا اوبشن اضافي وهيدينا حل نقدر نخدع بيه المنافسين والخصوم اكتر من كده بشكل كويس. انا سالت الجماهير النهارده عن التشكيل الامثل للقاء بيراميدز، يعني فريرا ممكن التشكيل يكون عامل ازاي. فتعالوا يا جماعه نشوف اجابات جماهيرنا على السوشيال ميديا واختياراتهم كانت ايه. بسم الله نبدا كده بفرح، مساء الخير والسعاده عليك يا محمد، اشكرك. التشكيل الامثل من وجهه نظري لمواجهه بيراميدز 4-3-4-3، صبحي شبانه وحسام عبد المجيد والمسلوسي، فتوح ودونجا، سيف جعفر ونيمار، وفي الهجوم احمد بالحاج وسامسون وزيزو. كل الدعم والتوفيق لنادينا الحبيب، تحياتي لك يا محمد ولكل فريق العمل، اشكرك يا فرح. احمد مساء الخير عليك يا محمد، دايما كده منور قناه الزمالك. التشكيل المتوقع من وجهه نظري محمد صبحي، حسام عبد المجيد والونش، عبد الغني وفتوح ودونجا وبالحاج ومسلوسي ونضاي وزيزو وسامسون، برضه هي متهيألي بيلعب 3-4-3. ايمان مساء الخير يا ادم، مساء الخير يا ايمان، بتقول عوده طبعا عواد وحسام عبد المجيد والونش والمسلوسي. طبعا هنا الكل بيتمنى عوده الونش، انا شايف الكل بيتمنى عوده الونش، انا اتمنى يكون موجود. فقدنا يعني واحد من اهم العناصر في فريق الزمالك، كابتن من كباتن الفريق بالظبط. مؤثر جدا بطريقه مش طبيعيه. لا لعيب كبير جدا. في خط الوسط فتوح ودونجا وبالحاج ونيمار، زيزو وشلبي وناصر منسي، كل الدم والتوفيق للملكي، اشكرك يا ايمان. رياض هيبقى فيها ازمه شويه، هنشوف اللي ممكن يحصل. رياض بيقول مساء الخير عليك يا محمد، دايما كده منور قناه الزمالك، اشكرك. التشكيل متوقع من وجهه نظري عواد ثلاثي خط الدفاع، عبد المجيد والونش وعبد الغني ورباعي خط الوسط فتوح والمسلوسي ودونجا واحمد بالحاج وثلاثي خط الهجوم، ابراهيم نضاي وزيزو وناصر منسي. مش عارف ليه ناس حاطه مسلوسي كخط نص جبهه يمين، بس اوكي اشكرك يا رياض. محمد بيقول مساء الخير عليك يا قضاء، التشكيل الامثل من وجهه نظري عواد وحسام عبد المجيد والونش وفتوح المسلوسي ودونجا احمد بالحاج وسيف جعفر يوسف اسامه نبيه وزيزو ناصر منسي، كل الدعم والتوفيق لنادي الزمالك في اللقاء المقبل. انا شايف كل الناس تتمنى الزمالك يلعب 3-4-3، ان شاء الله يكون الخير في اللقاء. يعني نورتني وشرفتني يا صديقي ان شاء الله. متشكر يا قضاء جدا ان انا كنت معاك النهارده، مبسوط باللقاء الممتع ده. اشكرك يا صديقي، شكرا لحضراتكم، شكرا لكل فريق العمل، ودائما وابدا مساءكم ابيض بخط الاحمر.